أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي بخوضها الناس والحجارة. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالمليكة الكبرى سيدة العالمين السيدة الزهراء، روحي لتراب عليها الفداء. ورزقنا الله وإياكم طلب ثارها مع إماما منصورا من آل بيت محمد عليهم السلام. انتهى بنا الحديث في الليلة الماضية عن حاجة الوجود إلى سيدة النساء قبل هذا العالم، وهي الرحمة المتدلية التي لا يمكن أن يقام مقام رب العالمين بغير الروح والنفس. لا بد وأن يكون الصدور الأعلى هو الأسبق عند الله، لأن مفتاح الخلق وإظهاره كان مرهونا بوجود الكرامة الإلهية. هذه المخلوقات التي فتقت من ذلك النور وسبحت بتسبيح النور كانت ملائكة وأنبياء وأرواح وكروبيين، وحينما غشيت الظلمة أبصارهم كانت هناك حاجة لتدخل سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها في عالم الخلق. فخلق الله من نور ابنتي فاطمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنديل علقه في العرش أو في بطنان العرش، فخرت الملائكة ساجدة وأغشيت أبصارها وقالت يا ربنا ما هذا النور الذي ما كنا نعهده سابقا. وابتدأوا بحياة جديدة مع رحمة الله الكبرى بوجود سيدة نساء العالمين. وبعد ذلك خلق الله سبحانه وتعالى من نورها السماوات والأرض ليسكن في السماوات العلى ملائكته المقربين وأنبياءه ورسله والأرواح وأرواح الشهداء والصديقين والصالحين والمؤمنين. بعد ذلك يهبطهم إلى الأرض رتبة بعد رتبة، وهذا المعبر عنه في الآيات الكريمة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين قبلا. أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به، إلى أن يقول لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله من ذرية آدم إذ أخرجها من صلبه وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وتنزلت العوالم لتفتح سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها بابا جديدا للرحمة واستحقاقها. فخلق الله منها السماوات لتكون السماوات سكن الملكوت ودرجات وجودهم. وخلق الله من نور حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العرش، ونوري كما يقول أفضل من العرش لأن نوري من نور الله. ولكن هذا العرش لا يمكن أن يستحق الوجود ما لم يكن فيه شيء يتدبر للتنزل في السماء الأولى. وهذا معنى ولولا فاطمة لما خلقتكما، لأن لولا فاطمة لما أمكن بأن يكون هناك سماوات سبع وأرضين.
ولذلك أين تسكن الملائكة المخلوقة من نور علي بن أبي طالب؟ وماذا يتنزل من العرش الذي هو مخلوق من نور حضرة رسول الله؟ فلا بد أن يكون هناك وجود يبني بيتا يسكن فيه كل وجود برتبته. وتتصدق فاطمة لتبني لعالم الوجود أجمع بيتا كما يريدون، ولكن تنظر فتجد فيهم الضعفاء، فتخلق من نورها ويخلق الله من نورها الأرض لتكون مسير للضعفاء أن يصعدوا من جديد وبابا للرحمة. ولم تقتصر صدقات سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها على ذلك العالم، بل وجدت في هذا العالم ضعفا فقررت له الهبوط كما كان دأبها في الأولى، رحمة للملكوت الأكبر ورحمة للنبيين ومدرسة هناك، كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لم تتم نبوة نبي في الأظلة حتى أقروا بالفضل لأمي فاطمة وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. رحمات سيدة النساء لم تكن أنها بنت بيتا هناك أو من عرق تسبيحها خلق الله وتسبيح أبيها وبعلها وابنيها خلق الله أرواح النبيين، بل كانت معهم المعلمة والراحمة والمسددة، وظهرت عليهم بكل الأسماء الإلهية التي تعينهم والتي ترحمهم، فكانت لسان الله في أرواح نبيين في أرواح النبيين، لأن على معرفتها دارت القرون الأولى. فبقدر ما يتعرفون فيها هم يعرفون الله، وبقدر ما يجهلون فيها هم يجهلون الله، وكل على رتبته. وكما كان دأب سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها راحمة وراعية، تسبح فتسبح الملائكة وتعلم للنبيين هناك وتهديهم إلى صراط مستقيم وإلى ولاية أئمة الحق الظاهرين من مقام فاطمة، لأن الأئمة حقائقهم كلهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، كما قال الله في حديث الكساء: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هم فاطمة. وما زالت رأفة فاطمة التي هي رأفة الله سبحانه وتعالى ومظهرها الأول، وكل رأفة في هذا الوجود تتدلى من رأفتها، كل الملكوت يتدلى منها، وهو مظاهر لحكايتها إن استطاع، أو حكاية فعلها، وإن كان بينها وبين عالم الكائنات أمدا بعيدا. ما عالم الكائنات أجمع إلا كحبة رز سقطت من فضلات مائدة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ورغم صغر عالم الكائنات أمامهم صلوات الله عليهم، لم ينسوه ولم يستحقروه، بل كانت الشفقة تسبق الغضب والرحمة تسبق العقاب، وكل شيء مدوه في آلامهم وتحملهم. ولذلك قال حضرة علي عليه السلام: يا سلمان أدرك فاطمة فإن أباها قد بعث رحمة للعالمين. ولم يشفع عند قلب فاطمة هناك غير صوت علي بن أبي طالب وطلبه صلوات الله وسلامه عليه. وانطلقت سيدة النساء لتهبط من علو الدهر كما يقول أمير المؤمنين: ما زال ينزلني الدهر من قديم العز حتى قيل علي ومعاوية. هيهات هيهات، أكبر مظلومية في الكون أن يوضع هكذا أسماء أمام هذا الاسم الإلهي الأكبر. قررت تهبط، ولكن تعالوا لنرى عيون أهل الدنيا تراها مولودة، ولكن العين الإلهية تراها غير ذلك. انظر إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع علو شأنه وقدره، وأنه الفاتح والمهيمن والسيد والكبير،
والكلمة الإلهية التامة التي تمت صدقا وعدلا، لم يسبقه أحد من الأولين ولن يلحقه أحد من الآخرين، هو الفاتح والمهيمن على ذلك كله. انظر للإعداد الذي أعده الله سبحانه وتعالى لحضور سيدة النساء إلى هذا العالم، نراه مع كل الزكوات العالية في وجوده المبارك الشريف. أعد الله سبحانه وتعالى لحضور سيدة النساء مراسم مختلفة ومراسم إلهية، كل عالم الملكوت مشغول بما فيهم حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأعداد لهذا الحضور. بأبي هي وأمي، كيف دخلت إلى هذا العالم وكيف رحلت عن هذا العالم؟ دخلت والملكوت الأكبر خدام لها، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وسيدات النساء تتباهى بأنوارها، ما أجمل نورها. كلثوم تقول: الله ما أعظم نورها. آسيا ابنة مزاحم: الله ما أطهرها، ما أطيبها، ما أنورها. وترى مريم ابنة عمران تقول: الله ما أقصر عمرها، الله ما أقصر عمرها. تعال شوف هذه السيدة التي عبر الله على لسان نبيه: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وسيأتي بيان ذلك مفصلا. هذه الليلة أحببت أن أذكر حقيقة الإعداد من حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقدوم سيدة النساء من ذلك العالم، من ذلك العلو إلى هذا العالم. هذه الرواية يرويها الفخر الرازي في تفسيره، وهي مروية عن علي بن يوسف الحلي رضوان الله تعالى عليه في العدد القوية، يقول: روي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا عن كتاب الدر أيضا والبحار وأنوار البهية وبيت الأحزان، هذه الرواية موجودة كما صادر. ماذا تقول هذه الرواية؟ هنا نحن، بل الأنبياء يتوقفون ليسمعوا من الله سبحانه وتعالى كيف كانت حقيقة ولادة سيدة النساء، لأن هذا مشهد إلهي يحتاج إلى إله يتحدث، يحتاج إلى نبي منكشف له عالم الغيب يتحدث، ليكون هذا أعز في الارتباط، ليكون هذا أعز في التولي، أعز في الاحترام، أعز في الانقياد والطاعة. حتى الذي كان صغيرا في دار الدنيا يعرج من خلال هذا الحب الذي هو رحمة فاطمة من الأولى إلى آخرها. نزلت فاطمة السماوات والأرض بيتها وبيت ضيوفها، نزلت إلى أدنى مستوى في تلك الجنينة التي تكون خارج الدار لتحمل الضعفاء وترحمهم في محبتها. يقول: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس بالأبطح، ومعه عمار بن ياسر والمنذر بن الضحضاح وأبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وآله، والعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، إذ هبط جبرائيل في صورته العظمى. نحن في الوحي جبرائيل كان يهبط في صورة لحي الكلب، ما هو أو في صور أخرى، لكن هذا الهبوط لأول مرة يهبط جبرائيل بصورته العظمى التي هي في الملكوت الأكبر. قد نشر أجنحته حتى أخذ من المشرق إلى المغرب، فناداه: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام، وهو يأمرك أن تعتزل عن خديجة 40 صباحا. عجيب، شو هذا؟ شو في ليعتزل عن امرأة هي السيدة الكبرى
التي يلقي الله سبحانه وتعالى عليها السلام عند كل صباح ومساء. يا رسول الله ظهر بصورته العظمى، الله يقول لك يا رسول الله اعتزل عن خديجة الطاهرة، وهي من سيدات عالم الآخرة، سيدات أهل الجنة، خديجة ابنة خويلد، وهي الوحيدة من أزواج النبي التي كان لها هذا الشأن. 40 صباحاً فشق ذلك على النبي. في الأحكام الشرعية حينما يشق على النبي يرفع كفاه الله سبحانه وتعالى كرامة لحضرة رسول الله، يخفف. ولذلك ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، هذه دعوة رسول الله، لأنه لا يحب أن يشق على الأمة، فغفر الله ورفع كثيرا من الأحكام لأن هذا يشق على الأمة. فإذا كان هناك شيء صعب على الأمة بكرامة حضرة رسول الله، الله سبحانه وتعالى يرفعه. فكيف لو كان هذا التعب وهذا الشق على حضرة رسول الله؟ نرى أن الله سبحانه وتعالى لم يرفعه. وكان لها محبا وبها وامقا، الوامق يعني الشديد الحب، وبها وامقا قال فأقام النبي 40. معناته ما كان في مخرج من هذا، ما كان في تنزل. طب بدل 40 عملهم 3 ليالي، لا لا لا، في شيء عظيم الظاهر أنه يستحق هذا السفر الملكوتي، وما من نبي إلا وكان له سفر 40. لذلك موسى سلام الله عليه وعدناه نعم ب30 ليلة وأتممناهن ب10. تعالوا شوفوا سفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو 40 التي ذهب موسى فيها عليه السلام ليأتي إلى قومه بالألواح الإلهية. تعالوا لنرى في سفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا جاء لهذه الأمة بعد سفره. ومعلوم أين موسى وأين حضرة رسول الله. والله إن كلمة يا الله من حضرة رسول الله لا يمكن أن يدرك عمر موسى بكامله، أن يدرك حرف من حروفها، أو أن يتلفظ بهذه الهيئة التي يتلفظ بها رسول الله. سفر موسى تتنزل الألواح وهو يعبد بقدره. فما هو سفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، فأقام النبي 40 يوم، زاد عن سفر الأنبياء، كان يحج ويطوف، لا، يصوم النهار قائم الليل. هذا رسول الله الذي وصفه الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما هو هذا الشأن يا رسول الله؟ أنت الطاهر المطهر تحتاج إلى صوم 40 يوم وقيام ليلها، حتى إذا كان في آخر أيامه تلك بعث إلى خديجة بعمار بن ياسر وقال لها كلها يا خديجة لا تظني أن انقطاعي عنك هجرة ولا قلي، ولكن ربي عز وجل أمرني بذلك لينفذ أمره. إذن فاطمة من الأمر الإلهي لينفذ أمره. نعم، ولكن ربي عز وجل أمرني بذلك لينفذ أمره، فلا تظني يا خديجة إلا خيرا، فإن الله عز وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل يوم مرارا، فإذا جنك الليل فأجيف الباب وخذي مضجعك من فراشك، فإني في منزل فاطمة ابنة أسد. هذا محراب كان حضرة رسول الله. موسى يصعد إلى الجبل، ولكن رسول الله يذهب إلى بيت فاطمة ابنة أسد. عجيب، يهجر بيت خديجة ويروح لبيت فاطمة ابنة أسد؟ افهم. فجعلت خديجة تحزن في كل يوم مرارا،
لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما كان في كمال الأربعين هبط جبرائيل فقال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام وهو يأمرك أن تتأهب لتحيته وتحفته. آخر الأربعين صيام النبي وصلاة النبي التي لا يمكن أن يشوبها ذرة من نقص، فضلا عن الغفلة، فضلا هذه احتاجت التحية 40 يوم لحضرة رسول الله. صيام النهار وقيام الليل، عجيب شو هذه. جبرائيل سماها تحية الله وتحفته. قال النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، وما تحفة رب العالمين؟ وما تحيته؟ قال، انظر الرواية ماذا تقول، قال: لا أعلم، أو لا علم لي. جبرائيل اللي بيسألوا عن الوحي وبيسألوا عن القرآن وبيسألوا عن الأمة، وقت اللي بيجي الحديث للتحفة الإلهية والتحية الإلهية يعلن مشغوليته. قال: لا علم لي. قال: فبين النبي صلى الله عليه وآله كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطى بمنديل، هول الأركان الأربعة لعالم الوجود، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، وهو مظاهر الرحمن الرحيم والحمد لله ومالك يوم الدين الذي نتلوهم في سورة الفاتحة. نعم، كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطى بمنديل سندس أو قال استبرق، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقبل جبرائيل على النبي وقال: يا محمد. واحد بنزل ومتهيأ، واحد بنزل شيء تاني، مش حامل جبرائيل ونازل. لاحظوا، كل الملكوت الأكبر مشغول بهذه الحقيقة. عجيب، وهل تسنى لنبي من الأنبياء أو لملك أو لأي إنسان هذا الذي تسنى لسيدة النساء وهم يقولون أنها امرأة عادية؟ نعوذ بالله من هذه الكلمة، أستغفر الله من هذه الكلمة. فوضعه بين يديه النبي، وأقبل جبرائيل على النبي وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، يا محمد، يأمرك ربك أن تجعل الليل إفطارك على هذا الطعام. النبي ما بيأكل شبهة، بالعكس، النبي اللي بيطهر بإيده كل طعام الشبهات وغيره. إذا لامس عندنا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تفل في البير حلا ماء، تفل. عجيب، ممنوع تأكل، اجعل طعامك، نعم، افطارك على هذا الطعام. فقال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يفطر أمرني أن أفتح الباب لمن يرد إلى الإفطار. فلما كان في تلك الليلة أقعدني النبي على باب المنزل وقال: يا ابن أبي طالب، إنه طعام محرم إلا علي، حرام يأكل أحد منه لهذا الطعام. قال علي عليه السلام: فجلست على الباب وخلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطعام وكشف الطبق، فإذا علق من رطب وعنقود من عنب، فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه شبعا، وشرب من الماء ريا، ومد يده للغسل. فانظر هون في الرواية، فأفاض الماء عليه مين؟ جبرائيل. علي قعد على الباب برا، حارس الباب من أن يشم هذه الرائحة حد، وغسل يده، نعم، فأفاض الماء عليه جبرائيل، وغسل يده ميكائيل، وتمندله إسرافيل. شو صار من قد ما لمس هذا الطعام؟ وارتفع فاضل الطعام مع الإناء الذي هو صب الماء
من غسل يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، ثم قام النبي ليصلي. اسمع بعد أهم، فأقبل عليه جبرائيل وقال الصلاة محرمة عليك. عجيب، واحد عم يحكي مع الله وعم يشكر الله بتصير حرام؟ ايه، في شيء أهم من هذا كله. شوف، الصلاة محرمة عليك في وقتك حتى تأتي إلى منزل خديجة فتواقعها، فإن الله عز وجل آل على نفسه أن يخلق من صلبك في هذه الليلة ذرية طيبة. وهذا معنى فيها يفرق كل أمر حكيم، وأن الذرية الأئمة هم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزل خديجة. قالت خديجة رضوان الله عليها: وكنت قد ألفت الوحدة، فلما كان في تلك الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمنتبهة، إذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرع الباب، فناديت من هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إلا محمد صلى الله عليه وآله. قالت خديجة: فنادى النبي بعذوبة كلامه صلى الله عليك يا رسول وحلاوة منطقه: افتح يا خديجة فإني محمد. قالت خديجة: فقمت فرحة مستبشرة بالنبي صلى الله عليه وآله، وفتحت الباب ودخل النبي المنزل، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهر للصلاة، ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهما، ثم يأوي إلى فراشه. فلما كان في تلك الليلة لم يدعو بالإناء ولم يتأهب بالصلاة، غير أنه أخذ بعضدي وأقعدني على فراشه، وما وكان بيني وبينه ما يكون بين المرأة وبعلها، فلا والذي سمك السماء وأنبع الماء ما تباعد عني النبي صلى الله عليه وآله حتى حسست بثقل فاطمة في بطني. شوفوا هذه الرواية، حسست بثقل فاطمة. كل البشرية بدها أوقات لتعرف شو في بطنها. هذه فاطمة، الرحمة الإلهية، لأنه لا رحمة بعد هذه الرحمة، وليس خلف هذه الرحمة. هي حقائق الأئمة جميعا، وبقية الله قنديلها الذي سيكشف عن وجه هذا العالم كل ظلمة، ويذبح على يده الشيطان، فيبنى حين ذلك سيرا للضعفاء من الأرض فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى إلى لقاءه. هذه رياسة العالم بيدها. والله ما خديجة وغيرها وآسيا وكلثوم وغيرها من سيدات الجنة إلا خدام لسيدات النساء، ولذلك كانت رحمتها وهي في الدنيا. يفتخرون بأن عيسى عليه السلام وهو عبد من عبيدها، عبد طاعة، تكلم وهو في المهد: تعال لترى كلام سيدة النساء وهي في بطن أمها. كلام عيسى ابن مريم عليه السلام الذي كان: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت بعد الولادة، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عيسى يقرأ مستقبله، وفاطمة تقرأ مستقبل أعظم وجود وغيبه، هو مستقبل حضرة رسول الله، فتطمئن قلب سيدتنا خديجة الكبرى. هذه فاطمة ما انتظرت حتى تخرج لتتحدث عن نفسها،
بل وهي في بطن أمها تتحدث عن مستقبل حضرة رسول الله، وتقرأ كل المدد الغيب الذي يتنزل عليه، وأن وحوش وذئاب قريش والعرب لا يمكن أن تؤذيه. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يروي في أماليه هذا الحديث، انظر عن حديث سيدة النساء. ولكن سيدة النساء لعلي، لمحمد، للأئمة، للشيعة الأتقياء النجباء، الله سبحانه وتعالى لا يدخل أي كان على معرفة سيدة النساء، هذه الذي حتى تتشكل طينة فاطمة، طينة وليس تنعقد نطفة فاطمة وليس نور فاطمة وروح فاطمة، هناك ليس لجبرائيل دخل ولا لميكائيل دخل ولا لإسرافيل دخل، كان هذا الإعداد من حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يغسل يده ويرفع إلى السماء، وهذه لأجل طينتها وليس لأجل نورانيتها، لأنها نورانية منذ الأزل. انظر هذه طينة فاطمة كم احتاجت إلى الإعداد لحضرة رسول الله وانشغال الملكوت حتى أصبحت الصلاة محرمة. في أحد يفكر أنه كيف يمكن هذا؟ انظر إلى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في سنده إلى المفضل بن عمرو، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف كانت ولادة فاطمة؟ هذه الليلة نختصرها فقط في حقيقة الإعداد، وستأتي إن شاء الله بيان الموازين والرحمات، وكيف بنت في نزولها إلى هذا العالم كل مقام الرحمة، كل مقام الرحمة. كيف كانت ولادة فاطمة عليها السلام؟ فقال: نعم، إن خديجة لما تزوجت بها رسول الله هجرتها نسوة مكة، فكنا لا يدخلنا عليها ولا يسلمنا عليها ولا يتركنا امرأة تدخل عليها، فاستوحشت خديجة لذلك عليها السلام، وكان جزعها وغمها حذرا عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حملت بفاطمة صلى الله عليه وآله كانت تحدثها من بطنها وتصبرها، وكانت تكتم ذلك عن رسول الله. على ماذا تصبرها؟ هي خايفة على رسول الله، فإذا هي تصبرها على رسول الله، وكانت تكتم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة عليها السلام، فقال لها: يا خديجة من تحدثين؟ قالت: الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. قال: يا خديجة، هذا جبرائيل يخبرني أنها أنثى وأنها النسمة الطاهرة، والنسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها، وسيجعل من نسلها أئمة، ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه. فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها. اسمع، فوجهت، نحن تحدثنا عن ماذا؟ عن استحضار النطفة في التكوين الإلهي، كيف احتاج حضرة رسول الله إلى هذا السفر ليأتي بحضرة سيدتي ومولاتي فاطمة. اليوم في حين الولادة ماذا أتى ليكونوا في خدمة سيدتنا ومولاتنا خديجة؟ نعم، فلم تزل خديجة على ذلك إلى أن حضرت ولادتها، فوجهت إلى نساء قريش وبني هاشم: أن تعالين لتلين مني ما تلي النساء من النساء، فأرسلنا إليها: أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا، وتزوجتي محمد يتيم أبي طالب فقير لا مال له، فلسنا نجيء ولا نلي من أمرك شيء. فاغتمت خديجة عليها السلام لذلك،
فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربعة نسوة صمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم، ففزعت منهن لما رأتهن، فقالت إحداهن: لا تحزني يا خديجة، فإنا رسل ربك إليك أنت، مش إلى محمد، رسل ربك إليك، شو جايين تسوي؟ ونحن أخواتك، أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم، وهذه رفيقتك في الجنة، وهذه مريم ابنة عمران، وهذه كلثوم أخت موسى ابن عمران، بعثنا الله إليك لنلي منك ما تلي النساء من النساء. فجلست واحدة عن يمينها وأخرى عن يسارها والثالثة بين يديها والرابعة من خلفها، فوضعت فاطمة عليها السلام طاهرة مطهرة، فلما خدام من خديجة مو خدام فاطمة عليها السلام، فلما سقطت إلى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتات مكة. هذه أول ثمرة لوجود سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، أن النور حتى بحياة رسول الله ما كان داخله، دخل حينما ولدت فاطمة، كما كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميلاد حضرة أمير المؤمنين ليتشكل ذلك النور. حتى دخل بيوتات مكة ولم يبقى، مش بس مكة، ولم يبقى في شرق الأرض ولا غربها موضع إلا أشرق فيه ذلك النور. وهذا معنى أنه سيرث الأرض إن شاء الله ويملكها من مشرقها إلى مغربها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ودخل عشرة من الحور العين، كل واحدة منهن معها طست من الجنة. هو ما عملوا شيء، بس وقفوا ليكونوا بالخدمة. سقطت طاهرة مطهرة وسجدت معهم، معها طست من الجنة وإبريق من الجنة، وفي الإبريق ماء من الكوثر. فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر، وأخرجت خرقتين بيضاوين أشد بياضا من اللبن، حتى اللباس كان معد من فوق، وأطيب ريحا من المسك والعنبر. فلفتها بواحدة وقنعتها بالثانية، ثم استنطقتها فنطقت فاطمة. هي عم تنطق من بطن أمها صلوات الله وسلامه عليه. فنطقت فاطمة عليها السلام بالشهادتين وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وإن أبي رسول الله سيد الأنبياء. ها أني عبد الله هناك، أول ما إجا ما قال عني عبد الله، بس إجا لعند قوم مو أول ما ولد. هون شوف شو: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن أبي رسول الله سيد الأنبياء، وأن بعلي، هي طفلة، بعلي سيد الأوصياء، وولدي سادة الأصباط. ثم سلمت عليهن. قبل ما تسلم عليهن شهدت بهذه الشهادة، لأن ما حتى لو وجود الضيف الذكر لآل محمد أولى. وسمت كل واحدة منهن، ترى أنا بعرفكم من ذلك العالم، باسمها، وأقبلنا يضحكنا إليها. وتباشرت الحور العين، هم معودين يشوفوا بعد طفلة. مريم شافت ابنها بعد ساعات ما تبسم وما عدد، قال لهم: أنا عبد الله آتاني الكتاب. تبسمت وبشر أهل، نعم. ثم سلمت عليهن وسمت كل واحدة منهن باسمها، وأقبلنا يضحكنا إليها. وتباشرت الحور العين، وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمة. ها جاي الخير كله، لأنها ستبنى سفينة في دار الدنيا، يا حور عين في الجنان، لن تصل إليكم أزواجكم ما لم تهبط فاطمة وتلد حسين ليبني لكم سفينة ويرد إليكم أزواجكم. يا أولياء الله، يا أنبياء الله، أيها الموعودون، أيها الباكون على الحسين، يا موسى، يا خضر، أنتما اللذان بكيتما على سيد الشهداء، فاستحق بذلك تأويل الخضر لموسى، وأما السفينة فكانت لمساكين. الكل يتباشر
خلص وجدت فاطمة في دار الدنيا، وهذا أعظم سجدة سجدها عالم الكون أجمع شكرا لله على قدوم سيدة النساء إلى هذه الدنيا، لأن آمالهم وأحلامهم وأسفارهم وكل وجودهم، وأن الله سيبعث مع ولدها الأنبياء من قبورهم فيقاتلون ويتكاملون ويكونوا خداما. هذه مريم ابنة عمران تتبسم وتتضحك لأن ولدها سيكون حاجب باب المهدي الذي يظهر من نور فاطمة ابنة محمد. أسرار وتباشر وملكوت يزرغد، لأنه بوجودها في دار الدنيا قد بلغ كل كماله الموعود، وإن كان في سفر طويل لكنه سيصل إليه ولم ينقطع عن رحمة الله التامة. هذه فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وهذا التباشر من الملكوت، وهذا حسن، وهذا حسين، وهذه زينب سر الله الأكبر، وهؤلاء الأئمة وجمالهم الذي من نعالهم أزهر هذا الكون وملئ بركة وتحقق مقام الشفاعة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أنا والله ما أحب أن أتحدث عن هذه الأمور، ولكن أتلوها كرواية، وإلا والله حق المتعال أن في أسرار بين هذه السطور لو حكيت إن شاء الله سيأتي زمان وستحكى وسيعلمها حضرة صاحب الزمان لهذه الأرض، وسيتدارسون وستجدون إن شاء الله من هذا الخير حينما يظهر معز الأولياء. وقبل الظهور لا عزة لولي ولا عزة لعارف. نعم، وتباشرت الحور العين وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمة، وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل. حتى القنديل، طب ما تصدقت فاطمة عليهم في الأرض، حتى على الأرض ولادتها يبعث بالولادة، بس يبعث للملائكة نور ما رأوا، بحيث إذا نظروا إليه سبحوا الله تسبيح من عظمة هذا النور، لأنه عظمة النور الإلهي. وقالت النسوة خذيها يا خديجة، طاهرة مطهرة زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها. فتناولتها فرحة مستبشرة، والقمتها ثديها فدر عليها، فكانت فاطمة عليها السلام تنمى في اليوم كما ينمى الصبي في الشهر، وتمنى في الشهر كما ينمى الصبي في السنة. في السنة، انظر هذا المصدر، الأمالي للشيخ الصدوق ودلائل الإمامة والبحار والخرائج، نعم العدد القوية العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وغاية المرام واللمعة البيضاء وبيت الأحزان والثاقف والمناقب، كل هذه المصادر لهذا الحديث. وأنا قلت لكم في كنوز وبحر من الكنز لهذا الحديث، ما أحببت أن أخرج على المألوف وما عهد نفسي أن أبقى على نطق والمدليل الظاهرية لهذا الحديث. نعم، بأبي وهي المنصورة، بأبي وهي الإنسية الحوراء الإنسية وليست الإنسية. نعم، هناك خصوصية لسيدة النساء، أول شغلة أنها لم تمر في صلب من أصلاب أحد من الله إلى صلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم تمر، ما تسنى لأحد هذه الخصوصية إلا لسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه، من الله إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه، حتى حضرة رسول الله، حتى حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانوا في أصلاب النبيين، هلأ كانوا لأجل التسديد. ف
فاطمة دورها فوق التسديد، هي باب للرحمة، هي باب لمحمد وعلي صلوات الله عليهما. هذه ليست إنسية، من يقول أنها امرأة فهو راد على رسول الله صلى الله عليه وآله. بمئات المصادر، بمئات الأحاديث، ما تحدث حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سيدة النساء إلا وقال أنها حوراء إنسية، وابتدأ بالحورية قبل أن يبتدئ بالإنسية، ولم يقل إنسية حورية، بل قال حوراء إنسية. ومعنى الحوراء أنها ليست لها خصائص بشرية، أي أنها وجود مجرد. انظر إلى الطبري في دلائل الإمامة رحمه الله عن السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فاطمة خلقت، مش بعدين صارت، خلقت حورية في صورة إنسية. هذا بعد حديث أكثر، ليس لها شبه في الإنسية إلا من حيث الصورة فقط. في رواية الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في معاني الأخبار يقول أنها حوراء إنسية، بل حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق نور فاطمة عليه السلام قبل أن تخلق الأرض والسماء، فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست هي إنسية؟ فقال عليه أفضل صلوات الله وتحياته وآله: فاطمة حوراء إنسية. قال: يا نبي الله، وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح. قيل: يا نبي الله، وأين كانت فاطمة؟ قال: كانت في حقة تحت ساق العرش. قالوا: يا نبي الله، فما كان طعامها؟ قال: التسبيح والتهليل والتحميد. فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه، أحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي، ما من صلب أحد، من صلبي. هي تناولها رسول الله في سفره 40 يوم، انعقدت نطفته، وهذه من خصائص السيدة. في رواية دلائل الإمام الطبري رضوان الله تعالى عليه يقول أنها ليست إنسية، بل هي حوراء، هي وجود نوراني حتى في الأرض. هو يتحدث عنها في الأرض ولا يتحدث عنها في السماء، ظهرت بصورة إنسان. رحمة الله على السيد الخميني، روح الله الإمام الخميني، قال: إن سيدة النساء وجود ملكوتي جبروتي إلهي ظهر في هذا العالم بصورة إنسان. هذا ولي لم يكذب على الله ورسوله. اللهم إيمانا بفاطمة، كل فضائل التقروء عن الأئمة ولسيدة النساء، ظهر باسم حسين وظهر باسم حسن، وكل فضيلة حتى مظاهر كربلاء. وأنا تحدثت في أيام عاشوراء في الأيام الحسينية كل مظاهر حضرة سيد الشهداء، وحقيقة ما ظهر من سيد الشهداء هو من قلب فاطمة، لأنه مخلوق منها، من وجودها. نحن حجة الله على الخلق، وفاطمة حجة الله علينا آل محمد. إلهي، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، وإقرارا بفضلها، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، وفرج عنا واهدنا وعيالنا وأولادنا، واحفظنا من كل سوء، وادفع عنا. اللهم إنا تولينا وليها وبرئنا من عدوها، فاكتبنا مع الشاهدين، وعجل لبقية الله قنديل فاطمة الأكبر بالفرج، واجعلنا من خدامها وخدام خدامها، وممن لاذى
بتراب نعاله يطلب البركة والرضا لقلب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.